رحيم وانا في صحاب سعيد نلتقي باهلف الكرام باسم الكريم امين بن سلامة السلامة ما شاء الله الاخ امين مطعم جميل ومنظم وما شاء الله كلاف جميل حقيقه والله انت نجمس الله يحيي ان شاء الله كيف كانت بدايتك مع مثل هذه المشاريع؟ والله الحمد لله رب العالمين احنا كنا في البدايه تخصيص الاكلات الشاميه جميل ما شاء الله حاولنا نعمل مزيج بين المطبخ الشامي والمطبخ الخليجي. نعم. يكون في تنوع في الوجبات والطعام في النظافة. والحمد لله نجحنا في هذا الأمر. ما الذي شجع الناس الإقبال إليكم؟ والله الحمد لله إحنا متبعين السياسات. أول شيء إملاء الجودة في الأكل والطعام. نعم. مختار اللحوم الطازجة، الأسماك الطازجة. نفس الشيء السعر المنافس في السوق. نعم جميل. بحيث تكون بتناول جميع الفئات. نعم. ما شعورك وانت في هذا العمل وفي هذا الجانب تحقق من نجاح الى نجاح؟ والله الحمد لله طبعا بفضل الله عز وجل في كل شيء في كل امر. والنجاح هو بيد الله عز وجل. الانسان يسعى يصبر. نعم. يمر بمنعطفات يمر بأزمات لكن يثبت. جميل. يثبت الأحرق شارك في برامج المشي ما يشغلك هذا عن تجارتك عن عملك عن مشروعك؟ والله الحمد لله رب العالمين بالنسبة للبرامج الرياضية والمهارات الأخرى الإنسان في جانب من هذا الأمر يكون مرتب أموره. نعم. مرتب أموره بحيث إنه لا يضيع عمله أو يضيع تجارته. العمل التجاري ما يشغلك عن حياتك الأسرية؟ خاصة كثير من التجار يتشكى يقول ما عنده وقت لأسرتنا عن حياتنا الاجتماعية. بنجح بعامل الحكمة وعامل إنك كيف تدير وقت. نعم. كيف تدير وقت؟ كيف تستغل الوقت؟ جميل. ما هي نصيحتك أو رسالتك لمن يكون لديه مشروع تجاري؟ أول شيء نوصي العمل التجاري أول شيء تكون خبير بهذا العمل. نعم. خبير وعندك الدراية الكاملة. نعم. وتستشير من هو أقدم منك وأعلم منك بهذا المجال. نعم. لأنه تستفيد منه كثير. نعم. الأمر الثاني عليك بالصبر. نعم. وعليك أنك تتابع مشروعك. نعم. بكل التكنولوجيا الحديثة. نعم. لكل المختصين بحيث انك تهمني من المشروع ما ظلك انت بنفس الرتم او بنفس المستوى. نعم. كيف تستطيع يعني انت تتاقلم في تجد ناس طبائع النفوس وفروق فرديه هذا اللي مهتم تتعصب هذا اللي هذه كله مع جميع الفئات منها؟ احنا هون يعني سبحان الله عندنا قاعده انه الزبون هو على حق اي شيء. نعم ما شاء الله. لازم هو احنا حتى لو هو الخطا. نعم. وفي كلامه الصح احنا لازم نتبع كلامه. نعم. لحتى هو يعني يكون مرتاح بكل النواحي من الجلسه من الطعام من كذا حتى لو تعصب حتى لو كذا احنا ما ننظر لهذا الامر. نعم. ننظر انه هو الزبون لازم يعني نكرم ولازم نعطيه خدمه. نعم. لازم نعطيه الانطباع الطيب عن هذا المكان. جميل. تجربتك هل تحرص انه الاخرين يستفيدوا منها؟ نعم. كرب الاعمال عندك خبرات هذه الامور تجربه هنا وهناك هل تفيدها مثلا اولادك اقربائك اصدقائك؟ بالنسبه لي يعني تنقل افكارك من خلال تجربتك التجاريه. نعم. هل تفيد غيرك بها؟ والله شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. نعم جميل. وانا والله احب اي واحد حاب يفوت في هذا المجال. نعم. يستشيرني ما شاء الله وانا ما ادخل عليه باي نصيحه او باي استشاره او باي درايه كيف هاي الفترات ال 20 سنه بهذا المجال. جزاك الله خير. بالعكس انا بنبسط. نعم. اني بوفر عليه وقت كبير. نعم. بوفر عليه طبعا كل هذا من غير اي شيء من غير مقابل لوجه الله عز وجل. نعم صراحه ننصحه يمشي في الطريق الصح. جزاك الله خير سعيد بالحديث. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يعمر وقتك بالخير. الله يبارك تجارتك وفيك. بارك الله فيك. الله يحييك. الله يحييك.